مش كتير مننا بيتاح ليه فرصة إنه يدخل دورة تدريبية للتصوير والمونتاج ويتعلم منها حاجات كتير، لكن موقع حقوق.com أتاح الفرصة دي للعاملين فيه. تعالوا نشوف استفادوا إيه. نجاح الدورة التدريبية بيكون إجمالاً بتفاعل بين المتدربين والمدرب. استفدت كمان فكرة ان انا ابتديت اعمل مونتاج بايدي، الحاجة كويسة عشان انجز شغلي بسرعة وينزل بشكل اسرع. بالنسبة للتصوير اشتغلت حاجات كتير، ازاي اعمل يعني انا استفدت ان انا اتعلمت حاجه جديده، يعني غير جو الصحافه ومش عارفه ايه، اتعلمت حاجه جديده ممكن اعملها. ازاي اقدر اعمل ريبورت من ناحيه اللي هو ازاي احضر اسئله ومين المفروض اعمل معاه الانترفيو، بعمل مع كل الجهات مش جهه واحده. كمان في الايديتنج عرفت ازاي اكون قصه او اكون ريبورت. دورة انت ازاي تكون صحفي بجد. فلورنس بتعلمنا دلوقتي حاجه، ان انت ازاي تكون صحفي متفرد، يعني صحفي يعني ما تستناش ان حد يقول لك حاجه. لما تنزل الشارع بتقدر تصور فيديو بتاعك لوحدك، تقدر تطلع فوق تشوف المونتاج بتاعك، ما تبقاش مستني خبرك ينزل في الوقت بتاعك اللي انت بتحدده. الحلو انه كان في براءة، وحسيت من استيعابهم للمواد والحكي اللي عطيتهم اياه انه هالبراءة تحولت ل، ما رح اقول ذكاء لانه كل الناس خير وبركة، بس تحولت ل حب الاطلاع او المعرفة، او انه بدنا نشتغل، بدنا نساوي، بدنا نترجي، يعني كأنه اكتشفوا مهنة وبعتقد انه جابالهم يعطوا فيها، وهذا احساسي.